بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. لدي مجموعة من الأسئلة من أحد الفضلاء، لعله من السادة آل باعلوي في أندونيسيا، على ما يبدو لي من رقمه الذي راسلني منه. يقول: هناك أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها. الأول: ما حكم تقديس مثال النعل الشريف؟ الثاني: وهل مثال النعل بشكله هذا صفته ثابتة صحيحة عن النعل النبوي؟ وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم كان قومه يصنعون مثله؟ مع أننا رأينا في قبائل البادية أنهم ينتعلون السبتية إلى عهد قريب، مع أننا نرى النعل التي في المتحف العثماني فيها مغايرة، وكيف يكون الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وآله بتقديس مثال نعله أم بالتنعل مثله؟ ورابعا: ما حكم وضع الأسماء المقدسة في مثال النعل مع بقاء اسم النعل عليه؟ وهل شرف مثال النعل يتعدى شرف الأسماء المقدسة؟ أفتونا أثابكم الله ونفع الله بكم. بلا شك سيدنا عليه الصلاة والسلام كان ينتعل النعال السبتية كما جاء في الحديث، وهي التي تثبت، يعني يقطع شعرها. يعني بالمفهوم المخالف يفهم أن النعال آنذاك ربما كانت بشعر، فهذه السبتية يعني يثبت شعرها يقطع. ومثال النعل، والنعل الموجود في المتحف العثماني في متحف طوبكبي، طبعا هذه الأشياء أيضا يعني ليس عندنا جزم ويقين 100% لنقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليست مسندة بالتواتر، إنما هي أخبار قد تصح وقد لا تصح. وهناك أشياء كثيرة هي مزيفة ليست للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمصاحف، لوث كثير من المجرمين المصاحف بالدم حتى يقال هذا مصحف عثمان الذي كان يقرأ منه، حتى رأيت في طشقند هذا المصحف قالوا هذا عليه دم، ودم نجس من النجاسات، فلا يجوز أن يلوث القرآن. هؤلاء المحتالون من أجل أن يحصلوا على مال كثير مقابل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك اتباعه يكون في سنته وفي هديه، وحتى نعله الشريف عليه الصلاة والسلام تشرف به عليه الصلاة والسلام، ولا هذه إيش؟ جلد لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤخر. فهذا الاتساع بهدي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يجب علي أو يستحب لي أو يسن لي أن ألبس النعال التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا مرات وكرات إن هذه المسائل راجعة إلى العرف، فالعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فأنت تلبس النعال التي يلبسها قومك، هذه هي السنة في هذا الباب، وليس لك أن تستفرد أو أن تأتي بشيء تقول هذا هو السنة وما عداه بدعة وباطل، لا. أما هذا النعل الذي شاع وانتشر مثاله وتكلم عنه كثير من الناس، وربما يكون معتمد هؤلاء الناس، وهذا هو الحق، الحب الشديد، يعني أنا مقتفي لآثارك يا سيدنا يا رسول الله على كل حال، ونعلك أضعه على رأسي. هذا من باب التقديس للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس تقديسا للنعال. يقول الأخ السائل: ما حكم تقديس مثال النعل؟ ما المراد بتقديسه؟ يعني بالاحترام، هذا رمز الاحترام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه شيء. هل هذا المثال ثابت بهذا الرسم الدقيق؟ لا أستطيع أن أجزم أنه ثابت، لكن
يعني بشكل تقريبي ربما الموجود في متحف طوب كبي وفي غيره من يعني أشياء مصورة مرسومة يعني تشبه هذا لكن ليست مطابقة. وأيضا قلت ليس عندي إسناد مقطوع به إلى هذا، غاية ما في الأمر يعني وجد عند بعض الناس أثبت أو لم يثبت دفع الملوك أموالا هائلة في شرائه وحيزة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متفردا بهذا أم أنه يلبس لباس قومه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام على ما علمنا أنه يلبس لباس قومه، ولكن النعال السبتية موجودة وموجود غير السبتية، فكان يختار منها هذا. فاختياره عليه الصلاة والسلام ونيتك الاتباع بتقليد النبي عليه الصلاة والسلام هذه إن شاء الله تثاب عليها. نعم، كيف يكون الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بتقديس مثال نعله أم بالتنعل مثله؟ لا، الأصل أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، هذا هو الأصل وهذا الذي أمرك الله تعالى به. ولكن تعظيم شيء ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أمر يعني هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول يا رسول الله كما قلت يعني نعلك على رأسي يضعه، هذا يعني شعار لزيادة الحب. نعم، لا إشكال في هذا الأمر. طيب، يقول زاد الأمر وحصل نوع من الطغيان، فوجدنا من يكتب فيه أسماء وآيات وأذكار قرآنية، وربما يضعه فاصلة بين الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الآيات القرآنية. لا أرى هذا شيئا مستساغا. فمثال النعل، مثال النعل و حشر الآيات في هذا والكلمات المقدسة وكذا، هذا أمر ينبغي أن لا يكون، لأنه لا يزال عند بعض الناس لا توجد فيه تلك الرمزية، إنما ينظر إليه على أنه نعل، فكأنك تحقر آيات الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. وأمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم، أنت لا تقصد هذا، وأنت لا تقصد إهانة كلمات الله سبحانه وتعالى ولا آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر صار منسيا، نسي على أنه كان نعلا من النعال، إنما صار هذا رمزا من الرموز مثل الشعارات التي يعلقها مثلا الناس في باكستان وفي الهند وفي غيرها، وربما في أندونيسيا يعلقون هذا يعني مثل الزينة على الصدور. هذا أمر لا بأس به، لا إشكال فيه. أما إدخال الآيات فيه وكذا، فهذا سيغير قلوب بعض الناس، وربما يفسد عليك الأمر، وربما توهمهم أنك تنتقص آيات الله سبحانه وتعالى، فتوقعهم في الحرج وفي سوء الظن. فلا تفعل هذا الأمر. كل أمر يوهم نقصا لآيات الله وكتاب الله ومقدسات الدين فابتعد عنه تماما. فخلاصة قولنا في هذا الباب احترام هذه الأمم لمثال النعل الشريف هو فرع من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال فيه. أما حشر الآيات فيه وجعل المقدسات تدخل فيه ولا يزال مرتبطا بالنعل عند بعض الناس، فهذا يوهم نقصا فلا تفعله، سدا للذريعة، لذريعة الانتقاص. بلا شك أنا أعلم أن الذين فعلوا هذا لا يقصدون الانتقاص ولم يخطر لهم على بال، ولكن لا تقولوا راعنا وقولوا فإذا الله تعالى يعني سد الذرائع التي تؤدي إلى الانتقاص، فلا تفعلوا شيئا يجعل الناس يعترضون عليكم وأنتم تقصدون الحب
والقرب من سيدنا عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.